شكرا زميلي عبد الله. إذن لاستعدادات النهائي لانطلاقة أولى أشواط موسم سباقات الخيل في المملكة العربية السعودية، هنا تفتتح أولى أشواط الموسم بانطلاقة مهور ومهرات السنتين في شوط السرعة مسافة 1200 متر. هنا الاندفاع ليرتع يبدأ في المنتصف في صدارة في المرتبة الأولى مطاردا أنا السيف في المرتبة الثانية مع ضلع طويق في المرتبة الثالثة، ظهور مشهود لها في المرتبة الرابعة، قدوم هدوي في المرتبة الخامسة السادسة لرحمات والسابعة لأممي فيما الصدارة بوضوح اليردة في الصدارة بنصف طول. المطاردة تأتي من ضلع طويق في المرتبة الثانية مطاردا هنا الأربعمائة متر تقترب مشاهدينا الكرام فيما الصدارة اليردة بقيادة الفيروز نواف هنا الأربعمائة بوضوح، هنا الصدارة واضحة هنا في أولى أشواط موسم سباقات الفروسية في المملكة العربية السعودية هنا في ميدان الملك خالد للفروسية بالحوية. يردع يوسع الفارق ويقدم صورة ما شاء الله تبارك الله جميلة في أول ظهور وأول أشواط الموسم تذهب ليردع. ألف المبروك للمالك علي بن محمد السحيمان مالكا وعبد العزيز الموسى مدربا وقيادة موفقة لنواف الفيروز قيادة. إذن